كلامي واضح؟ لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، اوعى تنسى تفعل الخير وتتبرع على 57357. عاوز انتقل معاكم لاخبار النادي الاهلي العريق، و قلت لكم امبارح على موضوع ان اول امبارح يا رب او من يومين ثلاثه على موضوع جاكسون موليك. جاكسون موليك قلت لكم ان الاهلي بدا يفاوضه من ستاندر ليج البلجيكي، وقلت لكم ان الراجل بيتسو ميسوماني لما رجع من بره كان بيتكلم في حدود 4، لكن النهارده ظهر ان اكثر من يتحمس لهم هو بيتر شالو لايل. بيتر شالو لايل اللي هو مهاجم سان داونز، مواليد 93، 27 سنه، بيسموه في جنوب افريقيا اجويرو جنوب افريقيا. ده لعب 25 مباراه، سجل 14 هدف وعمل 6 اسيست، وبيعتبروه ماكينه اهداف، وبيمتاز بقدرات تهديفيه عاليه جدا، وبيرى مستر بيتسو موسيماني انه قادر على علاج العقم التهديفي، وبيجيد في مركز الجناح ومركز المهاجم، وشايفه مستر بيتسو موسيماني ان هذا هو النموذج الذي يعني ايه يطمئن اليه ويريده في النادي الاهلي. هتقول لي على حساب مين؟ هقول لك على حساب وولتر بوالي اللي بيتسو موسيماني حرقه من كتر اللعب والضغط، وفي الاخر ما عملش اي تاثير ولا نجح هنا. لان خلي بالك لما كنا بنتكلم على جاستون سيرينو كنت بقول لك مرحلته العمريه كبيره، مرحلته العمريه كبيره في السن، وبالتالي يعني عايزين لجنه الكوره عايزه حد صغير 26 25 27، فجاب لهم ابو 27 سنه اللي يتمضي معاه لمده 5 سنوات ويبقى يعني مستقبل للنادي الاهلي، وهو بيتر شلاولو اللي هو مهاجم سان داونز. طيب جاكسون موليك ايه مصير؟ ده طرح انا ما كنتش في الكلاب هاوس ده وما دخلتوش خالص ومش هدخله الصراحه، فما اعرفش شتم في بيراميدز ولا شتم في مين تاني ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. انا ما دخلتوش والله، انا جات لي المقطعين دول زعتهم له. المهاجم الثاني جاكسون موليكا لجنه الكوره مقتنعه بيه جدا 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 في ستاندر ليج البلجيكي، دايما بيغازل جمهور النادي الاهلي، فتحوا معاه قنوات من يومين ثلاثه زي ما انا عرفت وقلت لكم. النهارده بيتر شالولايل ده الجنوب افريقي مستر بيتسو موسيماني هو اللي عايزه، ولو بيتسو موسيماني عاوزه يبقى هو ده اللي هيجي. ليه؟ اهو مع انهم كانوا جايب لهم 3-4 بس يبدو ان هو مرشح ده رقم واحد. قلت لكم ان في واحد ارجواني لكن يبدو ان هذا اللاعب هو اللي في المقدمه. امير توفيق عمل تواصل معاه ولا لا؟ ما لسه ما عملش تواصل معاه لسه. طيب في نفس الوقت قلت لكم ان افشى النادي الاهلي هيقوم بتجديد عقده، بتجديد وتمديد عقده لعدد من السنوات المقبله، سنتين قادمتين، ويعدل راتبه من 6 مليون الى 10 مليون، والسبب هو انه بيتلقى عروض عربيه. زاد ازيدك بقى من الشعر بيت، ما بقاش بيتلقى بس عروض عربيه، ده بقى بيتلقى عروض من اسكتلندا. جاي له عرض من سلتك الاسكتلندي عن طريق وكيله عبد الرحمن اسماعيل اللي اتكلم فيه مع النادي الاهلي، اللي اتكلم فيه مع جاي له عرض كذا وكذا. طبعا عبد الرحمن اسماعيل وقفشه بيمارسوا ضغوط من العروض على اداره النادي الاهلي للتجديد والتمديد، وكده كده الاداره هتجدد وتمدد. رغم ان ده الموسم الثاني لمحمد مجدي قفشه، وهتعمل له ده ليه؟ من باب الترضيه ومن باب انه مؤثر. ده مين اللي سجل الجون الحلو ده يا ولاد؟ لا ده عمل اوفر. اسوان الدقيقة 94 اسوان بيجيب جون حلو جدا، كروس باص في شباك امبي، ربنا يشفي كابتن حلمي طولان عامل عمليه الحصر في الدقيقة 94. النهارده المحله بيتعادل 1-1 مع سموح. فهنا قفشه اللي بيعمله ده وكيله عبد الرحمن اسماعيل نوع من الضغوط على اداره النادي الاهلي، لكن اداره النادي الاهلي واخده قرارها وهو ايه؟ تعديل وتمديد عقد محمد مجدي قفشه وترضيته ماليا في الفتره المقبله، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. اذا كان محمد مجدي قفشه بيمارس ضغوط من خلال وكيله عبد الرحمن اسماعيل لتجديد عقد، فان هناك لاعب اخر يمارس ضغوطه عشان يعمل اعلان، وهو
مروان محسن. انا فرحت جدا ان مروان محسن جاله اعلان، يعمل اعلان كده عن مجموعه من عن منتجع وبتاع وتسويق هذا المنتجع، والناس قال لك إيه, الشركه الراعيه يعني احدى الشركات الراعيه للنادي الاهلي ضمن شركه برزنتيشن اعترضت وقالت لك احنا بتوع عقارات وهو راح يعمل العقارات فما ينفعش. فاللاعب مصمم وهيتم ليه؟ لان الشركه اللي هي ضمن النادي الاهلي عقدها لا يتضمن منع لاعبي النادي الاهلي من تصوير اي اعلانات لشركات منافسه، عقدها لا يتضمن ده. انت شركه راعيه تتحط يافطتك تتحط حاجتك، لكن مفيش انك انت تمنع 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 لاعب من انه يعمل اعلان. فاللاعب هيعمل اعلان لاحدى الشركات الراعيه مروان محسن، عشان حتى في الجزئيه دي الناس في النادي الاهلي قالوا ده حق للاعب وحق للنادي طالما مفيش ما يمنع من هذا الامر. قال لي يعني افرض عدد من الشركات الراعي الرئيسي مين كذا، ما بنجيبلوش شركه منافسه، والراعي حتى العقاري التليفوني الملابس مش عارف ايه ما بنجيبلوش شركه منافسه، لكن ما نمنعش اللاعب ما نمنعش اللاعب من ان هو يعمل اعلانات لشركات منافسه، وخاصه وان النادي بيحصل على نسبه 20% من اي اعلان بينفذه اللاعب. لكن المفاجاه ليا ان مروان محسن اللي جاله الاعلان مش قفشه ولا محمد شريف، فبالتوفيق باذن الله. وامير توفيق رجع من دبي وهو صاحب قرار حسم ان مروان محسن يعمل الاعلان وابلاغ الشركه الراعيه للاهلي، وهي شركه برزنتيشن اللي بقى بيجي ضمنها احدى الشركات الاخرى اللي هي الراعي العقاري، ف هو اللي منع ده هو اللي منع ده، ومروان محسن يعمل اعلان. وبالتوفيق لمروان محسن ودخل المروان ودخل النادي الاهلي، واي حد بيحب النادي الاهلي لا يمنع ابدا ان في لاعب في النادي الاهلي يبقى له دخل مالي كبير نتيجه الاعلانات وما الى ذلك. طيب لايك وشير وصلي على الزين ودع لنفسك والوالدين والغير، واوعى تنسى تفعل الخير. مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي متمسك بمعاقبه محمد الشناوي ومحمد هاني نظرا لمبادره منهما مع نهايه الشوط الاول في مباراه المريخ. انتوا عارفين كان اجازه امبارح من التدريب، فالكلام ده اتقال النهارده واتقال لا ازارو مش جاي الاهلي ولا جاي الزمالك رغم ان الزمالك بيفاوض. هو طب يعني اقول موسيماني وبعدين اقول لك موضوع ازارو يا استاذ. فمستر بيتسو موسيماني قال القرارات مش على الكيف ولا على المزاج، واحنا قلنا اللي يغلط اللي يعمل كذا ياخد كذا. فمحمد هاني والشناوي اخطا يتعاقب. كان كابتن سيد عبد الحفيظ قال يعني ايه نرفزت ملعب وغيرت ملعب ولا داعي لتصعيد الامر ومش هنعاقبه. لا بيتسو موسيماني قال لك لا، المعيار واحد على اي لعيب، مش معنى انه كانوا في ماتش ما يتعاقبوش، مش معنى ان احنا تعادلنا ما يتعاقبوش، لا يتعاقب. ففي عقوبه ماليه ستوقع على محمد الشناوي ومحمد هاني نظرا للمشاده التي جرت بينهما في مباراه الاهلي والمريخ. طيب هرد عليك في موضوع وليد ازار. كنت لسه بكلم وكيله جون ادوارد ضمن الشركه المحترمه اللي بتضمهم مع بعض يعني محمد العاصي وابراهيم بكايوكو وبلال نظير.